الطاقة الجديدة والمتجددة. بعض أول علماء كثر كانوا دايما يقولوا إنها أمل ومستقبل مصر في تحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات القادمة. كنا نسمع الكلام ومش واخدين بالنا ولا فاهمين، هناك تقصير من الإعلام، كان في وعي المجتمع، ويجب أن نعترف بأننا قصرنا في أننا نوصل المعنى الحقيقي. كل الناس دلوقتي بتدور على حلول للأزمات. الطاقة الجديدة والمتجددة دي حل أمثل لخروج نقص المواد البترولية اللي أصبحنا بنعاني منها بشكل مستمر. الكلام لما نيجي نفكه أقول لكم الكهرباء بتتقطع، بنعيش في ضلمة. الأزمة ليه؟ مفيش سولار، مفيش غاز عشان نشغل المحطات. طب ما احنا عندنا طاقة تانية، مصر عندها إمكانيات هائلة لا يتم استغلالها، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى الطاقة النووية. مساحة الأرض اللي لا تتجاوز مساحة بحيرة نصر بس، زي ما بعض العلماء بيقولوا، هستفسر من علمائنا دلوقتي، تكفي لسد احتياجات مصر ومنطقة الشرق الأوسط من الطاقة الكهربائية أو الطاقة المتجددة. كلمة الطاقة المتجددة يمكن ربما لعلمي نترجمها ان نقدر نولد كهرباء من الشمس اللي ربنا انعم علينا بيها. ليه ما كناش بنولد الكهرباء؟ كنا بنتاجر في الاراضي، كنا بنسمسر، كنا فهلوية، كنا مستنيين الثراء السريع جدا، كنا بنمارس النصب باسم السياسة او باسم حاجة غيرها. كانت حالتنا سيئة جدا، فقامت 25 يناير ثم 30 يونيو على نظام ضحك علينا باسم النهضة ومرشح رئاسي او بقى رئيس دلوقتي محبوس قال عنده طائر النهضة ومعاه 200 مليار وكذب علينا والجملة عدت، لكن الحمد لله تجاوزنا ده وفتحنا ملفات المستقبل. برحب بس بضيوفي. الاول دكتور سمير درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الجديدة بالهيئة العالمية. مهندس سكن، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. أهلا بحضرتك. واستأذنكم بس قبل ما نبدأ ندخل في الحوار، في تقرير معانا عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا معانا نعرف يعني إيه الطاقة الجديدة والمتجددة في دقيقتين باختصار ونرجع للحوار. دي مجرد فكرة من على الأرض، لكن الدكتور سمير درويش حضرتك هتقول لنا، واضح ان احنا اشتغلنا فعلا، يعني مش بنتكلم عن حاجه شعر يعني. لا بالعكس، احنا بدانا في الهيئه العربيه للتصنيع. الهيئه العربيه للتصنيع يعني بريفنج سريع كده، هي هيئه كانت دوليه من 4 دول، مصر والسعوديه وقطر والامارات، انشئت سنه 75 بغرض انها تشتغل في الصناعات الدفاعيه وتغطي هذه الدول. سنه 79 الدول العربيه انسحبت واصبحت الهيئه العربيه للتصنيع مملوكه لمصر بالكامل، وأصبح توجهها مدني وعسكري في نفس الوقت. في المدني دخلت في مشروعات كبيرة قوي تخص البنية الأساسية للدولة، لأن احنا زي ما قلت لحضرتك مؤسسة مملوكة للدولة. دخلنا في عمليات معالجة المياه وعمليات تحلية المياه كمياه، دخلنا في موضوعات زي موضوعات السكة الحديد وإنشاء العربيات السكة الحديد. ده مصنع من مصانع الهيئة، احنا 13 مصنع أحدثهم شركة العربية للطاقة المتجددة اللي أنا بتشرف بأن أنا رئيسها. من سنة 2006-2007 بدأنا من بدري قوي نهتم بموضوع الطاقة المتجددة. ابتدينا ندرب الكوادر بتاعتنا في مصر وخارج مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة محليا، ودربناهم خارجيا في الدنمارك وفي الهند وفي أسبانيا على التكنولوجيا بتاعت طاقة الرياح، يمكن ده مش موضوعنا دلوقتي، والطاقة الشمسية. بدأنا في سنة 2010 بناء أول محطة مطلة بالشبكة اللي حضرتك وحضرات المشاهدين شافوها دلوقتي. شفناها دلوقتي. دي محطة 600 كيلو، تعتبر الأولى من نوعها في مصر، متصلة بالشبكة، الإنتاجية بتاعتها من 900 ميجا لواحد جيجا وات سنويا. المحطة دي فيها، طب دي يعني ايه عشان المواطن البسيط يعرف، يعني الرقم ده يساوي ايه كهرباء؟ الرقم ده يساوي تشغيل مصنع حجمه متوسط لمدة عام كامل من الشمس. من الشمس فقط. إنما المحطة دي الهدف منها كان طبعا إنتاج الكهرباء، ضخها للشبكة العمومية زيها زي أي محطة تانية، وتدريب الكوادر بتاعتنا على عمليات من أول عمليات التصميم لحد عمليات الصيانة والتشغيل مرورا بالتركيب. هذه الخبرات اللي خدوها والتعليم اللي خدوه، جمعنا هذا الكم من المهندسين والفنيين وابتدينا ننشئ
شركة عشان تتخصص في أعمال الطاقة المتجددة. هذه الشركة يمكن الباشمهندس محمود اتكلم عنها، إن احنا في إطار مبادرة لوزارة الكهرباء أنشأنا أول محطتين على أسطح وزارة الكهرباء، وكانت كل واحدة منهم 40 كيلو وات. ده لحد دلوقتي يعني دي معمولة دلوقتي يعني. دي معمولة حضرتك، تم افتتاحها في ديسمبر اللي فات. ديسمبر 8 ديسمبر 2013 في مبنى وزارة الكهرباء اللي في العباسية. بالظبط. يعني وزارة الكهرباء دلوقتي بتنور بيها. لا، المحطات دي حضرتك محطات زيها زي المحطة الكبيرة دي بس على سكيل صغير. المحطة دي بتضخ الانتاج بتاعها من الطاقة الكهربية في الشبكة. يعني حضرتك لو عندك مبنى بتركب عليه محطة زي دي، بتنتج كهرباء وبتستهلك كهرباء انت كمبنى، وبتتحاسب على الفرق بينهم. تمام. فهذه نوعية من المحطات تعتبر ارخص نوعية من محطات الفوتوفولتية. في محطات تانية اغلى شوية ممكن تغذي المبنى بتاع حضرتك بالكامل وتفصلك عن الشبكة، بس مش هو ده المقصود ولا هو ده المتبع عالميا. احنا بنعمل، وزارة الكهرباء الحقيقة كانت بتعمل تجربة رائدة، مبادرة منها انها تعمل محطات متوزعة على اسطح المباني. بدأنا بمباني وزارة الكهرباء، وحاليا دلوقتي بنشوف مباني بقية الوزارات ثم المحافظات عشان نتوسع في هذه التجربة. نعمل محطات كهرباء صغيرة بتغذي الشبكة العمومية عشان تسد العجز. طب كده هننتقل يعني، كان دي الصورة قدامنا دي بتاعت المحطة اللي في وزارة الكهرباء. الصورة اللي قدامنا دي واحدة من محطتين اللي هما قلت لسيادتك ان هما افتتحوا في ديسمبر، في ديسمبر اللي فات. خدت المحطة، كنا بنتكلم في الموضوع ده. دي فين مكانها؟ دي حضرتك في العباسية، سطح الوزارة، سطح وزارة الكهرباء في العباسية، يعني عشان الناس لما تبقى تعرف المكان. تمام. وقدامها بالمناسبة 10 أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، دي هنتكلم عنها بعدين. هذه المحطة خدت وقت في التنفيذ بتاعها، لأنها كانت أول محطة صغيرة ننشئها على سطح وزارة أو على سطح مبنى. المبنى حوالي 14 دور تقريبا، فخدت مننا مجهود شوية، وخدت اتنفذت في حوالي 7 أسابيع. المحطة اللي بعدها اللي هي دي؟ دي ولا دي واحدة تانية برضه؟ دي المحطة التانية، دول اتنفذوا في نفس الوقت. تمام. المحطة اللي بعد كده اتنفذت في اسكندرية، شركة توزيع كهرباء اسكندرية، خدت 4 أسابيع. يعني حصل تطور، حصل تطور بنختصر الوقت، لانه الموضوع وبدل ما يبقى الاسطح عليها كراكيب بيبقى عليها ده منظر. بالظبط. استثمار. بالزبط. يعني بالظبط استثمار. هو ده فعلا، يمكن حضرتك قلت الكلمة المناسبة، هي فعلا استثمار. يعني كل العمارات الضخمة بقى دي محطة اسكندرية. دي محطة اسكندرية. وغير الضخمة يا فندم، اي مبنى خرساني، خرسانة مسلحة، في مساحة من السطح فاضية ممكن يتركب عليه محطة خلايا فوتوفولتية قدرتها تتناسب مع مساحة السطح. الكيلو وات الواحد بياخد حوالي 15 متر مربع. باشمهندس سمير، نقدر يعني يبقى عندنا او نستثمر قد ايه، نوصل بقد ايه من قدراتنا او احتياجاتنا للطاقة لو مشينا في المشروع ده بالشكل ده؟ هو الحقيقة يمكن انا عايز اخرج من هذا الاطار شوية. احنا احتياجاتنا صعبة واحتياجاتنا كثيرة عشان اقدر اوفي للشعب المصري ما يحتاجه من الكهرباء هذه الايام. بنلاقي ان احنا داخلين في معترك مظلم الحقيقه، لان انا معدل النمو الكهربي في مصر تعدى ال 11%، وده معدلات خطيره عالميا. احنا كنا النمو اللي هو الاضافات النمو الكهربي، يعني احتياج الناس للكهرباء بينمو سنويا ب 11%. بزيد من على يعني بزيد قدرات الناس او احتياجاتهم. يعني لو انا محتاج مثلا 100 يبقى 111. بالظبط كده. بالظبط كده. ده سنويا. عشان اغطيه سنويا لازم ابني محطات كهرباء بيعادلها. عشان اعملها محطات الكهرباء عشان ابنيها ما عنديش وقود. للاسف كلنا يجب ان نسلم ان الوقود عندنا انتهى، بمعنى انني في السنين القادمة القليلة أو يمكن مش القليلة قوي مش هيبقى عندنا قدرات إضافية للوقود أضفها
في شبكه الكهرباء بتاعتنا، شبكه الوقود برضو. ما عنديش اضافات اخرى، ما عنديش اكتشافات، ما عنديش غاز، ما عنديش مازوت، ما عنديش الفيول السولر، كله هيبقى استورده. لما اشوف الكهرباء دلوقتي اللي هي بتنتج الـ الـ الكهرباء بسعر 26 قرش، سعر الانتاج 26 قرش، اخذا في الاعتبار انه سعر الغاز 44 قرش للمتر المكعب، وده سعر متدني جدا، طاير بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول، لان السعر الحقيقي ده بيمثل الوحدات المتعارف عليها عالميا، هي الوحدة الحرارية البريطانية. المليون وحدة حرارية بريطانية في السوق العالمي ب 12 دولار. السعر اللي انا قلته عليك دلوقتي، اللي قلته لسيادتك، ده بيمثل 1.8 دولار. يبقى انا عندي 10 اضعاف. انا انت حضرتك دلوقتي قلت لي ان احنا في مأزق، ان ما عندناش وقود وبنستورده، وبالتالي البديل هيبقى الطاقة دي. البديل لازم الطاقة، لازم الطاقات المتجددة تدخل بكثافة. يعني انا اسف، عايز اقول للدكتور سمير، مش ال 600 كيلو اللي انا محتاجتهم، ده انا محتاج كميات كبيره جدا، هيوج نمبر. طب ايه اللي وقفنا او ايه اللي مخلينا واقفين؟ هقول لسيادتك ايه اللي مخلينا واقفين. لان انا اعجز كدوله، كحكومه، ان انا استثمر في مجال الطاقه الشمسيه، لانها هي طاقه الى حد ما غاليه، مش رخيصه. يجب ان نعترف بذلك. والحكومه مثقله باعباء تخرج منها ازاي انا ما اعرفش. طيب دلوقتي اي حد فلا بد من ان المستثمر، او ادعو المستثمرين انهم يستثمروا في مجال الطاقه المتجدده، بس عشان يستثمروا في شروط. يجب امهد لهم الطريق، امهد لهم الارض بان هم تستوعب هذا الاستثمار، ويجب ان ينتج ويبيع بحريه. كويس. لابد ان يكون هناك قانون واضح المعالم بيسمح للمستثمر ان يستثمر وفي بناء محطات كبيره للطاقات الشمسيه ويبيعها لمن يحتاجها. اقصد، وانا اقصد يعني هيبيعها بسعر استثماري، بسعر استثماري لمن يحتاجها. ايوه. بمعنى ايه؟ هوضح شويه من الكلام ده. هقول ايه؟ ان انا عندي عجز في الاستهلاك كبير، عندي عجز في تغطيه حاجات المواطنين في الكهرباء، وعندي عجز مالي خطير جدا. كويس. وزاره الكهرباء كلها، انا عايز اقول لك، معظم شركاتها شغاله بالراس مال السالب نتيجه القروض الكثيره والارقام اللي عليها احنا وارقام الدعم الرهيبه جدا. لكن انا نسيت حاجه معينه جدا، حاجه بسيطه ويجب ان الفت النظر اليها. مين المستحق الدعم هنا؟ انا في عندي شرايح. طب قبل ما نروح للدعم، لا بس انا بتكلم في المشروع ده. اصل حضرتك انا عايز امسك حاجه، ان هل في امل ان هذه الطاقه لو توسعنا فيها بخلق قانون للاستثمار فيها ممكن تغطي او تغنينا عن استيراد الوقود؟ طبعا. بحجم قد ايه؟ لا بحجم كبير، بالسكيل الكبير، مش كويس. مش على السكيل الصغير. يعني لو الدوله وفرت قانون عشان نعمل المحطات دي هيبقى شيء جيد ويتم التوسع. بالظبط. تتباع بقى بسعر قد ايه؟ ده موضوع تاني يعني نتناقش فيه. يعني المساله عشان بس ايه المشاهد معانا، انا عايز اخرج من الشرنقه اللي انا حاطط نفسي جواها، اللي هو اسعار الطاقه. يجب ان احرر سوق الطاقه في مصر، عشان برضو الناس ما تتخضش عشان يفكروا ان احنا بنقول بنتكلم عن موضوع الطاقه المتجدده، وتقوم الدوله رافعه ايديها وتقوم تدخلنا في الحته. لا لو كملت الحته اللي بقول لك عليها التخوف ده هيضيع فورا. طب يبقى نكملها. عشان نضيع، انا عايز اضيع التخوف. بالظبط كده. انا عندي شرايح المجتمع اللي بيستهلك طاقه من اول كيلو وات اور لغايه كيلو وات في الساعه، كيلو وات اور ساعه، اللي هو الكيلو وات في الساعه يعني في الشهر، ما بين 50 و100 و200 و300 و400 و500 حتى، وده رقم كبير مصايب. دول هدخلهم في شريعه الدعم بتاعي، او دول هخلي
وزاره الكهرباء تهتم بهؤلاء الناس. يبقى شغلانه وزاره الكهرباء الاهتمام لحد المستوى ده، لحد المستوى ده 500 كيلو وات في الساعه. ما زاد عن ذلك، مش بس ما زاد عن ذلك، المولات الكبيره اللي انا بشوفها بتضيء ليلا نهارا ما تاخدش كهرباء بالاسعار بتاعت المواطن. ده انا بقول ما تاخدش من الكهرباء من وزاره الكهرباء من اصله كمان. بقول المستشفيات الكبيره قوي الاستثماريه الضخمه، بقول الاوتيلات الضخمه الفخمه، بقول التوريزم، كل الحاجات دي كلها. بس كده يبقى المواطن يستريح، يبقى المواطن هيستريح. وبقول لوزاره الكهرباء خليكي يا وزاره الكهرباء انت اتشغلي بالمواطن، اتشغلي بالمواطن الفقير اللي محتاج الدعم، وسيبي دول قول لهم مثلا بعد سنتين يا اخوانا يا كبار القوم انتوا انا مش هديك كهرباء بعد سنتين. وبالتالي يبقى انا فتحت الماركت، فتحت السوق، وفي نفس الوقت ادعو المستثمرين تعالوا استثمروا وانتجوا وبيعوا لهؤلاء الناس بالنديه. بيع عايز تبيعها ب 100 جنيه، عايز تبيعها ب 50 ب 7 زي ما انت تتراضوا كما تتراضوا انتم. طب ما ده حل حاجه لطيف. بس انا عايز يمكن اعلق على كلام الباشمهندس سمير بحاجه. هو الواقع الامر انه الطاقه المتجدده ما هياش غاليه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه المشروع ده لو مشروع استثماري واحنا بعنا الكهرباء بالسعر بتاعها الحقيقي للتكلفه، هنجد انه اي مشروع للطاقه المتجدده هيغطي تكلفته من 7 إلى 8 سنوات، وده في عرف الاقتصاديين يعتبر مشروع جيد جدا. بس هو التعريفه، ما نظام التعريفه اللي احنا بنتكلم عنه مظبوط. الفكره هنا ايه؟ انه الدعم الحكومي زي ما قال باشمهندس سمير يذهب الى مستحقيه، تمام. احنا مش هنغلي السعر على المواطن البسيط، لكن القطاعات السياحيه البسيط والمتوسط، يعني مش محدود ومتوسط الدخل، تمام. لانه في واقع الامر انه الحكومه او خلينا نتكلم على الدوله، الدوله في الحقيقه بتدفع 8 كيلو وات ساعه الخارج من المحطات التقليديه بحوالي من 56 قرش الى يمكن حاجه و90 او اكتر حسب نوع الوقود ونوع المحطه وعمرها وحاجات تانية كتير. نقول متوسط 80 قرش مثلا، متوسط 80 قرش. هذه 80 قرش اللي الحكومه بتدفعها حاليا تخلي اي مشروع طاقه متجدده مشروع مربح يتهافت عليه. انا مش عايز اقول للمستثمرين، وعايز اقول حاجه تانية، التمويل المحلي من البنوك المصرية. يعني عارف حضرتك، انا عايز بس يعني ابص لمدة دقيقة واحدة على مجموعة حاجات مترابطة مع بعض. الموضوع ده هو الموضوع بتاع الطاقة المتجددة، ده عبارة عن 4 أو 5 صناعات داخلة في بعضها. موضوع الالواح الشمسية زي ما حضرتك شفت كده في الصورة، اللي احنا اصبحنا بنملك قدرات على تصنيعها، احنا نقدر نصنعها، لكن اللي مانع التصنيع او اللي مأخر ان يبقى في مصر مصانع للانتاج هو ضعف الطلب. ضعف الطلب عشان قصة التعريف هو الآخر. لو خلقنا الديماند على خلقنا الطلب على هذه النوعية من المحطات، هنلاقي انه في هنشغل مصانع بقى تنتج. هنشغل مصانع دي. هشغل مصانع اللي بتعمل الهياكل المعدنية. هشغل مصانع اللي بتعمل كابلات التوصيل. هشغل المصانع اللي بتعمل الجهاز الكهربي اللي بيحول التيار المستمر للتيار المتردد. تمام؟ مش بس دول. انا عندي مشكله الطلب بتاعت الشباب. المحطه دي في من ضمن المزايا الكبيره قوي لهذه النوعيه من المحطات بتاعت الخلايا الفوتوفولتيه، سهوله التركيب والتشغيل والصيانه. تكاد تكون مصاريف الصيانه بتاعتها تقترب من الصفر. عمليه التركيب دي لو احنا عملنا، ودي كانت احد المبادرات اللي بيفكروا فيها وزاره الكهرباء الحقيقه، لو احنا عملنا اللي فيه نسبه بطاله مرتفعه، انه يعمل شركات صغيره وتتدرب، هذه الشاب يتدرب تقدر الهيئه العربيه للاتصالات تدربهم؟ طبعا، بس عشان هم يجوا يتدربوا لازم يحسوا ان هم قدامهم سوق عمل. هذه الشركات الصغيره لها ميزه كبيره جدا، التدريب المطلوب محدود، راس المال المطلوب للشركات من النوع ده او مكاتب هندسيه او سميها زي حضرتك زي ما انت عايز محدود، لان انا ممكن امول من البنوك. البنوك عندنا فيها سيوله عاليه. انا دلوقتي يمكن انا بتكلم باللي المشاهد شايفنا بيه. ايوه، احنا عندنا بطاله عاليه جدا، وعندنا صرف كهرباء، وعندنا شمس، ونقدر نطلع منها كهرباء
توفر كهرباء وتشغل شباب. حضرتك بدأت كلامك بحاجة لطيفة قوي، لو غطينا بحيرة ناصر أو مساحة تشابه بحيرة ناصر بخلايا فوتوفولتية هنور إيه حضرتك؟ أو هشغل كهرباء لمين؟ مصر وأفريقيا. حضرتك قلت كده. وده كلام مظبوط. من ناحية نظرية. خليك معايا. لو أنا حطيت فوق المباني بتاعت القاهرة اللي هي الأسمنتية المسلحة، بلاش العشوائيات، اللي هي الخرسانة المسلحة، اللي هي العمارات الكبيرة اللي عبارة على الدائري في وسط البلد والمجتمعات العمرانية الجديدة، كل عمارة لها هيكل خرساني، لو أنا حطيت عليها 5 كيلو وات فقط هغطي العجز اللي بيتكلم عليه الباشمهندس. تغطي قد إيه يا باشمهندس بقى دي؟ الحقيقة ما أقدرش لو غطينا القاهرة مثلا ما اقدرش اقول هذا الرقم، لكن انا عايز اخرج من هذا. يعني ما هو 5 كيلو 5 كيلو وات هتنتج لي في النهايه، لا يعني تنتج في النهايه 5 في حياتك حضرتك الكيلو وات او الميجا وات بينتج حوالي 1500 يعني نوره كم منطقه قد ايه مثلا يعني؟ لا ينوروا العماره نفسها. هينوروا العماره. العماره. يعني قادرين ان احنا بس انت حضرتك واخد اكثر بعد اخر، مش عندي. انا عندي الشبكه القوميه الموحده بتغطي كل مصر. كويس. تقريبا. تمام. ما عدا الريموت اريا او الحاجات اللي هي اللي في الصحراء الحاجات دي. اذا كنت انا بديله سهله. بدل المواطن؟ بدل المواطن كهرباء سهلة كويس وبسعر رخيص. هيلجأ ليه انه يركب هذه الـ لا الـ ما لانه الدنيا ضلمت عنده. ما هو ضلمت قد ايه؟ سبع ساعات و12 ساعة بضلمها له ساعتين ثلاثة في اليوم. لا ده بتصل احيانا ل 12 ساعة في اليوم. حضرتك ده في انا بحول البيت المصري من مستهلك للكهرباء الى مستهلك ومنتج. لا انا بس عايزة يعني اعلق على الكلام الدكتور سمير واقول ايه؟ اخد امثله من الدول الاخرى. الدول الاخرى زي ولتكن المانيا. المانيا عندها عندها رفاهيه الانتاج الكهرباء، ما عندهاش عجز في الكهرباء اطلاقا، ومع ذلك فرض قانون يسمح لاي بنايه واي شخص ان يحط حتى على بلكونه شقته، مش بس على السطح. هتلاقي عندك المباني هناك زي الكيفز كده، وعلى الاسطح كلها خلايا. تمام. بس القانون هناك بيقول المواطن له الحق ان يركب هذه الخلايا ويضخها في العداد بتاعه على طول، العداد بتاع البيت مباشره. كويس. ويبيعها لوزاره الكهرباء بثمن اعلى من الثمن اللي بياخد بيه الكهرباء، فبقت عمليه استثماريه. طب ما نعمل ده هنا. وفين القوانين دي يا سعاده الباشا؟ يعني هي اذا المساله متوقفه على قوانين. المساله على قوانين يعني، بس يعني وعلى لكن وعلى اراده سياسيه، اراده سياسيه تؤمن بهذا. انا حاسس ان حضرتك عايز تكلمني في الاراده السياسيه دي، ان ده شيء كان ممكن يتعمل. بس كان عندنا حاكم مش عايز يعمل ده. ايوه مش عايز. ليه؟ ما كان هيريحه. مش هيريحه بس. مش هيريح شعبه؟ لصالح مجموعه عايزه تخلي دايما اللي هو يعني لحساب مجموعه يعني. اكيد. انا يعني البلد كانت تضلم او يتحرقوا بس لحساب اللي هم كلهم في طرة دلوقتي. الكيلومتر الواحد كيلومتر الواحد من الصحراء المصريه ينتج 5 ميجا 5 ميجا من الخلايا. دول انا ما اعرفش الميجا، 5 ميجا دول كتير. لا كتير طبعا. كتير 5 ميجا كتير. انا عندي المحطات اللي ببنيها كلها في حدود 300 400 ميجا، والمحطات الجديده اللي بتطلع. طب ممكن مواطن يسالني يقول لي طب في الشتاء هنجيب الشمس منين؟ انا اقول لسيادتك. ايوه. ال 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 الخلايا اللي هي رخيصه الثمن اللي اتكلم عليها الدكتور سمير دي بتضخ مباشره في الشبكه. وعشان كده تبقى رخيصه. في حاجه ثانيه بقى، ما يتخزين الحراري. يعني ايه تخزين حراري؟ يعني في اوقات ما انا مش محتاج الطاقه اللي انتجت الكهرباء اللي جايه لي دي، اقوم احط ما يحدى بالخزان. يبقى عندي في البيت خزان كهرباء؟ خزان. لا انا بتكلم على المحطات الكبيره. المحطات الكبيره فيها خزان. احط فيها خزان. الخزان ده سهل جدا، بيسمى بالمولتن صوت او الملح السايل. الملح المسال ده بياخد الحراره
ويقال الحدا وادخلني في محطه ثانيه في بالليل يديني. اذا مش هيبقى في ازمه في الشهرين ثلاثه بتوع الصيف ولا بالنهار. الشمس على فكره موجوده عندنا صيف وشتاء بالمناسبه، يعني احنا البلد الوحيده اللي في العالم ده بتغيب يومين ولا حاجه، اللي متوسط في سطوع الشمس اليومي ما يزيد عن 10 ساعات ولا يقل عن 300 يوم في السنه. يعني فندم عشان يعني احنا عندنا شمس احنا متضايقين منها جدا، وهي نعمه كبيره جدا. نعمه كبيره بس للاسف مش عايزين نستخدمها. انا يمكن عايز يعني انا اعقب وليس اعلق، اعقب على كلام باشمهندس سمير في الحته دي. كنت في زياره لاسبانيا عشان نشوف المحطات الحراريه دهيت من حوالي اسبوعين. اول بس حاجه اقولها في التعقيب، جزء مالي المحطه او الكيلو وات ساعه المنتج من الطاقه النظيفه بيتباع للشبكه ب 28 يورو سنت، والمواطن بيستهلك الكيلو وات ساعه ب 12 يورو سنت، يعني بيبيع باكتر من ضعف الثمن اللي بيشتري بيه. لا ده بيكسب، بيكسب طبعا. ما ده اللي قلت لسيادتك عليه، ده قانون. لا يعني انا ابقى قاعد عندي عماره فابقى بعمل الخلايا دي. ايوه أو تكسب، فاكسب فلوس. انا بدي تضخ في الشبكه. أيوة. العداد رايح، يعمل لك رايح جاي اعداد اسمه النت. واخبار حضرتك اللي بتنتجه بسعر واللي بتستهلكه بنص السعر، دي اول نقطه. النقطه الثانيه حضرتك برضو استكمالا وليس تعقيبا المره دي، انه المحطات الحراريه او الشمسيه اللي هي بتستغل الطاقه الحراريه للشمس، الشمس بتطلع حاجتين، ضوء وحراره، تمام؟ في محطه الخلايا الفوتوفولتيه اللي حضرتك شفتها دي بتستغل الجزء المرضي. اللي هي يا ريت نحطها تاني يعني عشان برضو الناس تتخيل المشهد، شكله حاجه مش صعبه يعني ولا مستحيله. لا دي بمنتهى البساطه. بيسموها بلاج اند بلاي، يعني ركب وطلع كهرباء. بقول لحضرتك المحطه دلوقتي بقينا بنركبها في اسبوع. يعني انا شايف الزملاء واحنا قاعدين كده قاعدين مذهولين جدا، حاسين ان كل واحد حاسس انه قال ده انا فوق البيت اعمل اجيب فلوس. فوق البيت يا فندم هم بيشاوروا له في السطح بتاع حضرتك وعايزين يعرفوا بكام دي، بكام ثروه ممكن تستثمرها. دي حقيقه الموضوع، مش بقول لك السطح، البلكونات، الشبابيك. تخيل بقى حضرتك رحت برلين يعني هتلاقي كلها مغطاه بهذا. طب انا بكره اروح الهيئه العربيه للتصنيع اقول لهم ادوني دي تعالوا ركبوها لي في البيت وادفع الفلوس يجوا يركبوها لي. تمام، تحصل بعد التشريع. ايوه طبعا بعد التشريع، بعد عشان حضرتك تستفيد. انا اقدر اركبها لك لكن هي هي هتشتغل حضرتك بنظام ايه؟ انك انت بتبيع وبتشتري بنفس السعر، فالعمليه مش هتبقى بالنسبه لك مربحه. اقول لسيادتك تشريع يضحك. يضحك، اصدر من كام شهر اصدر له اللي هو الجهاز، خدمه الجهاز، جهاز حمايه المستهلك. حمايه المستهلك ماله اصدر ايه؟ اصدر قرار واعتبروه يعني حاجه عظيمه قوي. قال كل واحد عليه يسمح له ان ينتج من الطاقه الشمسيه. ده حقيقي يناير 2013 بما لا يقل عن 100 ميجا، بما لا يقل عن 100 ميجا، وانه يضخها في الشبكه ويحاسب على اعلى تعريفه دفعها. يعني ايه؟ يعني لو انا بدفع في الشهر مثلا دفعت اعلى تعريفه 4000 جنيه في الشهر. لا اعلى تعريفه يعني مثلا ب 60 قرش للكيلو وات اور. هو هياخد منك ب 60 قرش. ده نصب. هياخد بسعر تفضيلي. ده نصب. لا هياخد منك بسعر ال 60 قرش بس. وبشرط الا تقل انتاجك عن 100 ميجا. يعني تبقى محطة كهرباء. محطة كهرباء كبيرة. ده قانون طلع؟ ايوه ده قانون صح. طلع امتى؟ في شهر كام؟ في اعتقد يناير 2013 حاجه تقريبا يعني من سنه كام؟ يناير صحيح انا يمكن مش يناير 2013 مش متذكر يا باشمهندس سمير الجزئيه الخاصه بالحد الادنى ده، هل حضرتك متاكد منه؟ لا خلاص ماشي مش فاكر الحته دي الحقيقه. فالحقيقه كان لا يمكن 100 كيلو يمكن يكتير. هو انا حاسس كده ان احنا يعني ايه بيتنصب علينا يعني كشعب. ما انا بقول سيادتك ما عنديش كده ولا عنديش ولا احساسي غلط. بص هقول لحضرتك ما عنديش البوليتيكال ويل في هذا اللي هو ايه؟ الاراده السياسيه لتفعيل هذه الاشياء. ما عنديش الاراده السياسيه لاستغلال طاقات ربنا اديها لي ببلاش اللي هي طاقه الرياح وطاقه الشمس. لابد ان اصدر قوانين للقطاع الخاص. انا بحمل نفسي كدوله اعباء ان انا ابني محطات ليه؟ ما اذا كان عندي محطات. طب هل صحيح يا باشمهندس ان الـ لو عملنا الطاقه الشمسيه دي وتوسعنا فيها وصدر القانون
نقدر نحل مشكلة الكهرباء خلال كام سنة. صدر القانون، في إرادة سياسية، أصدرت قانون، وفي مصانع في اللي هي العربية للتصنيع بتصنع، والمواطن وافق وفهم معنى ده وركب، فتنتهي عندنا الأزمة في قد إيه؟ أنا أعتقد إنه مش عايزين على 5 سنين. مظبوط. ما يبقاش عندنا أزمة كهرباء خالص. بس بشرط إن أنا أفتح السوق زي ما قلت للسيادة. ما هنعمل تشريعات كلها. أفتح السوق للمستثمر. طاقة الرياح. عشان يلاقي سوق. طاقة الشمسية. الرياح ده موضوع تاني، لكن الطاقة الشمسية اللي هي حضرتك بتقول لي اشتري وركب. يعني أنا الحكومة بإنها على فكرة الطاقة الشمسية زي ما قال الدكتور أقصى قيمة ليها تقديرية وحسابية ب70 قرش للكيلو. وهي دلوقتي بتتكلف ما بين 26؟ لا أنا بقول لك سعرها حوالي 70. سعر الكيلو وات ساعة حاليا شرايح مختلفة، بيبتدي من 5 صاغ وينتهي ب60 قرش. لا دي الكهرباء التقليدية. دي الكهرباء التقليدية. التقليدية. عشان حضرتك تكسب تعمل مشروع وتكسب هتبيع الكهرباء بتاعتك الكيلو وات ساعة في حدود 60-70 قرش. في هذه الحالة هتعوض أو هتوصل للبريك إيفن بوينت، نقطة التعاود، هتسترد رأس مالك في خلال 7-8 سنوات. مفيش أي مشكلة. ودي التكلفة الحقيقية للكيلو وات ساعة حتى من طالع من المحطات التقليدية. يعني هو رأس المال عايز إيه يا فندم؟ عايز استقرار. عايز فلوس. عايز فلوس وعايز يكسب، ويعني مش هيحط فلوس. حتى المواطن البسيط، يعني احنا عندنا عمارات اهي كبيره جدا في وسط البلد، وعمارات في المجتمعات العمرانيه الجديده، ومصانع وفنادق، لو دي اتغطت بدي وصدر قانون هتخرج من نطاق وزاره الكهرباء على الاقل، هتخرج من تبعيه وزاره الكهرباء ومن اعبائها على وزاره الكهرباء. طب ليه وزاره الكهرباء مصره تحتكر كل الاعباء دي؟ هو يعني انا عايز اقول برضو حاجه، يعني هي العمليه مش مظلمه قوي. بمعنى ايه؟ انه النهارده في مبادرات موجوده، يعني في محطات بتتبني، في لا ما هي المحطات ما موجوده معانا على الشاشه، محطات تانية يعني وزاره الكهرباء بتخطط، ويعني وندعو ان الامور تتحسن، انه عندهم محطه 5 ميجا هيعملوها في الوادي الجديد، في حوالي 20 ميجا هتتعمل في كومومبو، عندهم خطط، لكن الخطط محتاجه اللي يسندها، محتاجة التشريع عشان يتوجد رأس المال اللي يتنفذ به الخطط دي. إنما هم فعلا يعني في تمويل إماراتي بيعملوا به المحطة. لا مؤاخذة بس يمكن أنت خلاص يعني حضرتك ضربتني كده حتة في حتة. يا ساتر. لا أنا بقى اللي بيعلن عنه وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء أعلنت عن مشروع كبير اللي هو 200 ميجا من الطاقة الشمسية، او اعلنت عن 10 قطع كل قطعه 20 ميجا ب 200. ده للمستثمرين عشان يبنوا محطات كهرباء بالطاقه الشمسيه ويبيعوها للشبكه، يبيعوها للوزاره. يعني هما بينتجوا ويبيعوا. كويس. احنا لسه في اطار بس معنى انها تعلن عن انهم يعني ينتجوا كهرباء ويبيعوها للوزاره بالسعر اللي هم عايزينه، لان ده بيتم لحساب المستثمر بسعر متناقص. لا بالمناقصه. لا ده انا كده ابقى بشتغل برضه لحساب رجل الاعمال مش للمواطن. لا ما هو بالمناقصه، هيبالي بالمناقصه وناخده ابيعه انا للناس. طب ما انا كده هاخده غالي، هبيعه غالي. هبيعه غالي ازاي بقى وانا مرتبط بتعريفه منيله بنيله؟ لا انا بقول له بلاش تطرح بالنظام البي او اللي هو بيلد اوبريت. طب ما يعمل البي او وزي الدكتور ما بيقول نعمل كمان. لا انا نعمل اللي هو الاستثمار الحر، يعني اقول للواحد تعال انتج انت وبيع للناس، شوف لك حد يبيع له، وخرجنا انا من هذه من. طب من ده يعني برضه الوزاره، يعني برضه انصافا، يعني انصافا الوزاره فكرت في الحكايه. لا هي الوزاره ما تستحقش اي انصاف. لا انصافا في اي قرار. حكومه بالمواصفات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، عندنا شمس وعندنا الواح ونقدر نتركب، مفيش حكومه تستحق اي انصاف. الشمس ما كانتش غايبه، الشمس موجوده عندنا، احنا عمالين نضيعها. يعني الافكار اللي طرحت بلاش، يعني اللغه انا اللي بقول يا فندم مش حضرتك، على مسؤوليتي. مفيش اي مشكله. هي الفكره كلها انه هناك من الافكار، افكار كتير طرحت، كانت احدهم بالفكره اللي بيقولها الباشمهندس سمير للطاقه الرياح في منطقه جبل الزيت، انه
يتعمل اللي هي في طريق الزعفرانة اللي هي من بعد العين السخنة الزعفرانة وحضرتك رايح ناحية الغردقة يعني جبل الزيت شفناها اللي المراوحي الكبيرة اللي بتلاقيها دي في الزعفرانة دي الزعفرانة بعديها في الغردقة في بقى منطقة في جبل الزيت دي سرعة الرياح بتاعتها أعلى وتعتبر منطقة مثالية لتركيب تربينات رياح فتم التفكير في إن هو يطرح أراضي للمستثمرين وحضرتك بتنتج الكهرباء من المراوح بتاعتك بتضخها في الشبكة بتتفق مع المستهلك الزبون بتاعك والشبكة أو الحكومة نتيجة أنك أنت حضرتك بتستخدم الشبكة القومية في نقل الكهرباء من المنتج للمستهلك بتاخد منك نسبة مئوية أو فية على كل كيلو وات ساعة هذه يعني الأفكار موجودة ما يا سمير بيه النبي اتفضل هذه التجربة اللي حضرتك قلت فيها في شركة اسمها إيتالجين إيطالية اللي هي بتمتلك شركات الأسمنت المصرية أو معظمها طرحت هذه الفكرة وقالت أنا عايزة أعمل 400 ميجا من الهواء وضخها في الشبكة لصالح المصانع بتاعتها كويس يبقى بيحل مشكلته بيحاول يحل وقال أنا لا عايز منكم بيع ولا شراء أنا هأجر الشبكة زي ما قال الدكتور سمير كده في إن أنا أضخها من جبل الزيت في أقرب مكان للشبكة وأخد أنا الكهرباء بتاعتي في المكان المصانع بتاعتي الكلام ده انا لما كنت رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده وقعت الام او يو مع شركه ايتالجين اللي هو ايه اللي هو خطاب مذكره تفاهم وقعتها في سنه 2006 ايام انا كنت رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده لغايه دلوقتي المحطه ما اتبنتش ليه بقى وقعدوا في اخذ ورد بينهم وبين شركة النقل وبين مش عارف ايه ودفعوا تكاليف الترانسفورمر قد ايه والتعريفة تاخدوها قد ايه عشان التجربة دي كانت والأراضي. البداية كتجربة بداية يعني ايتالجين دي الشركة تبع ايتالشيمنتي اللي هي شركة الاسمنت انا يمكن يعني عندي شوية تفاصيل في الموضوع فالموضوع انه طبعا عشان حضرتك تنشئ مزرعة رياح لازم تقعد فترة حوالي 12 شهر بتعمل قياسات رياح مايكرو سايتنج عشان تعرف ادي 12 شهر ادي 12 شهر كويس بعد كده ودي يعني انا مش بدافع عن حد ولا بهاجم حد عشان حضرتك تطلع تصريح عشان تعمل مزرعه رياح بتمر بمجموعه من المراحل ايوه التصريحات دي على فكره كنا عملناها كلها ما انا هقول لحضرتك كنا عملناها ناخد فيها كمان 6 شهور لحد 2012 كانوا يا دوب مخلصين انا عارف كويس يعني 6 سنين يا فندم يعني احنا دلوقتي بنتكلم هقول لحضرتك حاجه احنا بنتكلم في من 2006 هذه الشركه انت حضرتك بتقول لي من 2006 موقع مذكره التفاهم ايوه على مشروع الناس اللي هتمولوا ياخدوا الكهرباء بتاعته 120 ميجا بس عشان ياخد ويشيل من عليا انا الحمل انت عارف ان هو بنى محطتين في تركيا وباعهم اللي هي الشركه دي وشغلهم أيوة وباعهم ايتالجين لانه واشترى 2006 بس عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين ده بدايه تولي احمد نظيف المسؤوليه تقريبا اظن كان 2004 او 2005 مظبوط فدي كانت الحكومه اللي كانت جايه تخلص على مصانع القطاع العام تماما عاطف عبيد كان خلص على التلات ارباع او التلتين تقريبا انا ما اعرفش انا بقول ارقام تجريبيه احمد نظيف يجرف الباقي أنا وجوع مصر أنا ودفع الثمن بانه قاعد كان خلف القضبان هو ومخلوعه ليه يا ناصر بيه انا بقول لك البوليتيكال ويل لازم او الاراده الذاتيه لازم تكون موجوده بقول لي سيادتك هذه الشركه بنت محطتين بنفس القدر في تركيا وباعتهم شغلتهم وباعتهم كمان وفي نفس الطريقه بنفس عملت ثلاث محطات في المغرب برضه شغلتهم وباعتهم ولغايه دلوقتي ما شغلتش محطات لغايه دلوقتي بندرس ها يعني بندرس بقول لحضرتك هو المفاجاه يا فندم ان احنا في هذه الموضوعات أيوة. بعد اذن حضرتك يا دكتور اتفضل في هذه الموضوعات الجافه جدا العلميه جدا تلاقي الناس بتتابعك جدا وعايزه تفهم منكم كعلماء وتبقى مشاركه في مصير مجتمعها مظبوط طيب انا دلوقتي هنشوف عينه معايا الاستاذ صلاح في الشرقيه استاذ صلاح في الشرقيه ايوه فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صلاح المغربي الشرقي اهلا بيك هو انا يا فندم الموضوع ده موضوع مش مظبوط انا بقالي فتره حوالي اكثر من كام شهر اشوف شركه تعمل نفس الموضوع ده عندي في مزرعه الدواجن في الجبل عشان عندها كهرباء
يعني شفت كهرباء قالت عشان نوصل لك كهرباء تكلف 200,000. اه فانا قلت نعمل طاقه شمسيه. طيب بس استاذ صلاح حضرتك بس انا ما اعرفش انت متابعنا من امتى، ارجوك تابعنا كويس بهدوء. هو الموضوع اللي فين الشركات اللي بتعمل كلام ده؟ انا هقول لحضرتك اهو، بس انت دخلت في الجزء الاخير عشان وانت بتتابعنا بيتقال ان الموضوع علميا دول علماء مظبوط واقتصاديا مفيد، بس ناقص حاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ صح معايا؟ صلاح ناقص حاجه واحده، يبقى عندنا حكومه عندها اراده وبرلمان يطلع القانون او رئيس جمهوريه يمضيه يعني دلوقتي يعني. استاذ صلاح عشان بس تقولش الموضوع مش مظبوط. استاذ عفيفي في الجيزه. استاذ عفيفي؟ ايوه يا فندم، معاك يا فندم. معاك يا استاذ عفيفي، اتفضل يا فندم. والله انا عندي منشاه صغيره، كنت بفكر اليومين دول اجيب مولد بحدود 200,000 جنيه. اه سمعت فكره الاساتذه يجزيهم خير ربنا سبحانه وتعالى على الشعب الفقير. قلت طيب اخد منهم الفكره، طيب بدل ما اجيب محول، طب ما انا انفذ الفكره ديت وشغل مصنع وما اعتمدش على الكهرباء، فهل ممكن في الامكان في الوقت الحالي ان انا الغي فكره المولد الكهرباء دي عشان قطاع الكهرباء، عشان اشتغل منشات صناعيه، عشان العمال اللي فيها، واعمل الفكره ديت بتاع الاساتذه المهندس دكتور انا ما اعرفش ارد بقى. خلص فندم بس السؤال بتاعه. طيب خلاص كده خلاص يا استاذ عفيفي. هتسمع الاجابه. الاجابه انه من الناحيه النظريه طبعا ممكن ان المصنع ده راجل عملي عايز يشتغل، عايز عامل. انا اقصد اقول انه يعني هو دلوقتي عايز مؤسسه صناعيه يشغلها، عشان يعمل حاجه زي كده قدامه حلين. الحل الاولاني هو الديازل، او ان هو يجيب بلد كهربي بيشتغل بالديزل بالسولار وتفر وبيشتغل، ما هو بيقول ادفع 200,000 جنيه وده هو عايز يبعد عن الكلام، هو عايز يبعد عن الكلام ده في الوقت ده هوت هيبقى بانه بيشتري، لو هو بيشتري الديزل بالسعر بتاعه الحر، لا هو عايز يعمل بقى طاقه شمسيه، هتبقى اغلى، هتكلفه اكتر. ليه بقى؟ في الوقت الحالي هو معاه 200,000 جنيه بالظبط كده. طب انت حضرتك بتقول ان احنا نجيب ونركب وناخد كهرباء، طب ناخد كهرباء احنا الوضع اللي احنا الحالي دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه هو ان حضرتك بتدخل الكهرباء دي على الشبكه، يعني هو لو جاب القومية. لو جاب وركب ودخله على الشبكه، لو جاب وركب ودخله على الشبكه هيبقى عنده ايه؟ هيبقى الشبكه بيتحاسب مع الشبكه بالسعر اللي هو من غير التشريع الجديد. احنا عندنا شبكه جاهزه انها تاخد من الناس كهرباء فعلا دلوقتي؟ يعني جاهزة؟ جاهزه؟ يعني لو الاستاذ عفيف عايز يعمل الكهرباء بالسعر ده؟ ايوه، بس بالنسبه له انه طالما ان هو لسه ياخد السعر بس هو الشبكه هتبقى اكثر اقتصاديه. هو يبدو انه ما بيوصلوش الكهرباء، عايز يحل المشكله. لو هو ما بيوصلوش الكهرباء يبقى قدامه حل تاني. ان هو يشتغل بديزل او يشتغل بال طب ليه الديزل؟ احنا عايزين نشتغل بالطاقه الشمسيه. طبعا هيشتغل، نسود الدنيا ليه كده؟ لا مش هنسودها. انا هقول لحضرتك الحل هو أو زي ما قال الدكتور سمير، هي غاليه شويه تكاليف الانشائيه المبدئيه، هو كيلو الكيلووات. انا عايز حضرتك تقول للمواطن ده، اقول للمواطن هو الكيلووات بيتكلف حوالي 2500 دولار. لا هو كده انت لا مش كده هلخبطه. هنقول له اذا كان الديزل بيتكلف 200,000 جنيه هتبقى المحطه الشمسيه في حدود يمكن ضعف، لكن الميزه بتاعتها ايه؟ ان هو لا هيصلحها ولا هيشتري لها وقود. هتدي له كهرباء؟ هتدي له كهرباء. يعني لو هو يدفع الضعف وتدي له كهرباء ويتحل عنده الازمه تماما؟ يعني من زي ما قلت لحضرتك، اذا كانت العمليه زي ما هو بيقول كده بس هتتحل الناس خلاص هتتحل. بس طيب لازم في الاول هيدفع اكتر الى اخره حسب استهلاكه. في حاجه يمكن المهندس سمير هيشاركني فيها، انه من الناحيه المبدئيه انما علشان نحط حل بفلوس لازم يبقى في عندنا حاجه اسمها اللود بروفايل. يعني ايه اللود بروفايل؟ يعني هو استهلاكه شكله ايه؟ معظمه نهاري، بيحتاج تخزين، بيشتغل بالليل، عنده ورديات مسائيه، كل ده بيرفع التكلفه. افرض ان المصنع بتاعه ده مثلا يعني مش بيشتغل 8 ساعات بالنهار، يبقى التكلفه زي ما انا بقول. لا، عايز يشتغل 8 ساعات بالنهار واربع ساعات بالليل، التكلفه هتزيد شويه. عايز يشتغل ورديتين. يعني حضرتك دي معناها ايه؟ معناها حجم خلايا بيزيد وطاقه تخزينيه اكتر، عشان اقدر اديله كهرباء. لان طبعا زي ما احنا ده لو هو عايز يحل بشكل فردي،
لكن لو في اطار الدوله شغلانه الدوله لو في اطار الدوله هيعمل هتبقى العمليه ابسط واسهل. يعني لو الدوله متبنيه هذا المشروع العمليه تبقى ابسط واسهل وطلعت القانون زي ما الباشمهندس قال هو ده المفتاح. يبقى الراجل مش هيدفع 200,000 جنيه بالعكس هيدفع اقل يعني انا بس ده اللي انا كنت عايز اوصل له يا فندم. مظبوط يعني ايه عايزين حط لي حضرتك حط يعني لي. الدوله لو اتبنت هذا المشروع الوضع هيختلف وحطت القانون حتى الاستاذ عفيفي اللي المفروض بيتقال له بقى دلوقتي لو لوحدك هتدفع 400,000 بدل 200 هيدفع اقل يعني ممكن يدفع قد ايه كده تقريبا؟ لا ما اقدرش اقول غير لما تقريبا يعني يعني يدفع 150,000 مثلا يوفر 20,000 جنيه هو ال 200,000 دول عودنا دايما ان احنا لما نتكلم بلغه الارقام لازم يبقى قدامنا ورق ودراسه. طيب انا موافق بس هو المهم ان الحكومه تطلع قانون لو اللي انا اقدر اقوله لحضرتك من غير ارقام انه لو الحكومه طلعت قانون لو استخدم الطاقه الشمسيه هيكسب مش هيخسر وده بتاكيد هو الحقيقه انا مش عايز اوصل لحلول فرديه صحيح انا عايز اوصل حلول مجتمعيه للدوله انت عايز تقول لي عايز اقول للدوله ولو تبنت الطاقه الشمسيه في مصر عندنا اراضي تغرق مصر بالطاقه. ما هو الاستاذ عفيف دلوقتي لما دخل بيقول انا مستعد اساهم هيلاقي عشرات ملايين بالظبط هيبقوا عندهم استعداد هيلاقوا وفر احنا بنقول ما عندناش وعي مجتمعي لا هتلاقي ملايين انا بقول لك هيلاقي وفر في الطاقه لو الدوله تبنى يعني استغلال الطاقه معانا مين تاني؟ هتلاقي وفر في الطاقه ده حقيقي. استاذ عاطف في المنصوره اتفضل استاذ عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام وطي الصوت بس عشان اعرف اسمعك. صوت تلفزيون يا استاذ عاطف. من فضلك انا عايز اعمل محطه طاقه تديني 2 وصل ساعه وتشتغل 24 فين حته يا استاذ عاطف؟ عايز اعرفها تتكلم كام. طيب هو انا مش يعني ارجوك تابع الحوار انا معاك مساحه قد ايه قلت لي؟ 50 كيلو وات للساعة 50 كيلو وات للساعة عايز 50 للساعة وتشتغل 24 ساعة لأنها تبقى لمحطة بنزين 50 كيلو وات والمحطة شغالة والمساحات موجودة كويس ماشي يا أستاذ عاطف ماشي هو دلوقتي أنا كل اللي هاممني إن الناس أنا مستجيبة أنا سعيد وعايزة تحل أنا سعيد جدا بال الكيلو وات مش الكيلو وات ساعة القدرة الكيلو وات اللي هي لما نضربها في ساعة تطلع 50 كيلو وات ساعة الكيلو وات حاليا دلوقتي ما بين 10 إلى 13 جنيه تمام ده لو هنتكلم على المحطات المرتبطة بالشبكة لو هو عايزها تشتغل لوحدها ونرجع تاني للمشكلة بتاعتنا اللي هي لازم الدولة اللي هي لازم الدولة إنما لو هو عايز يشتغلها لوحدها التكلفة دي هتزيد يمكن توصل إلى مرة ونص يعني نضرب في 150% يقدر هو ببساطة شديدة جدا من الكلمتين اللي أنا قلتهم دول لو قلنا إن الكيلو وات بيكلف حوالي من 10-12 ألف جنيه يضرب في 50 يعرف التكلفة بتاعته ده كده دخل بمبلغ طبعا فلك طبعا لكن لو الحكومة وعملت القانون المسألة تفرق المسألة هتفرق هيبقى هيقدر ساعتها أنا أقول لحضرتك يعني اسمح لي إن أنا أبسط الأمور شوية لما يحصل لما يبقى هذا المشروع من الناحية الاقتصادية مشروع اقتصادي مربح هيحصل الاتي زي ما بيحصل في اسبانيا والمانيا احنا لسه ما ده اللي عايز اوصله للناس ايه القصه ببساطه شديده جدا مشروع اقتصادي ناجح سيبك بقى من الشمس والهواء حضرتك بتروح للبنك يا بنك انا عندي مساحه قد كده هركب كذا هيكلف 100 هيكلف 100 هيديني قرض اركب ده هيديك حضرتك القرض وياخد الفلوس بتاعته او ياخد من عائد من العائد مباشره منه لشركه الكهرباء وحضرتك كمالك بتاخد الفرق وانت قاعد مستريح 24 قرط انا مش عايز اقول لحضرتك ويمكن يعني الباشمهندس سمير يأيدني في الحته دي ان بعض الناس مثلا في المانيا وفي اسبانيا بيعمل على حته فاضيه عنده كده هوت زي بدل ما يبقى بدل ما تربي فراخ يعني او بط بتربي محطه طاقه شمسيه بربي محطه طاقه شمسيه وباخد العائد بتاعها الكلام ده هوت ده بيفتح باب الامل انا معايا الاستاذ احمد في حلوان او المهندس احمد باشمهندس احمد الو السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس طبعا حضرتك انا احد العاملين في مجال الطاقه الشمسيه بقالي فتره حوالي سنه وشويه طب كويس بعض المقترحات في مجال الطاقه الشمسيه احنا عندنا محتاجين بعض التشريعات علشان نحل المشكله ديت
على سبيل المثال والدكتور سمير والاستاذ سمير عارف عارفين ان 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 في الجمارك مثلا 5% على الـ على الـ على الطاقه الشمسيه، ولو ملحه معاها بطاريه بتبقى 30%. احنا ما بنقدرش نستخدم الطاقه الشمسيه، ما فيش تشريعات بتقول ان المدن الجديده تشتغل بالطاقه الشمسيه. جميع الاعمده اللي هي بتكلف تقريبا الدوله حوالي 40% من اجمالي الطاقه المستهلكه من شغاله بالطاقه العاديه، على الرغم ان احنا نقدر نشغل جميع الاعمده بالطاقه الشمسيه، ودي تكلفتها تبقى بسيطه. واعتقد ان ان ان, إن الهيئه العربيه للتصنيع قادره على تصنيع الديزاين بتاع الاعمده. دكتور سمير قال، دكتور سمير قال مستعدين. احنا مش مستعدين، احنا بننفذ فعلا يا فندم. او دكتور سمير قال لك بداوا شرعوا فعلا. عندنا يعني عندنا يعني شغل او بنعمل اعمده في شرم الشيخ وفي اسوان حوالي 1300 عمود. طب كويس، بس هو يعني اتفضل اتفضل يا باشمهندس. عشان انا سعيد على فكره بالتعليق بتاعه جدا، واضح ان هو يعني عنده المام كامل، بيشتغل بقاله سنه وواعي للموضوع. هايل هايل. اتفضل حضرتك يا فندم. المدن الجديده، المدن الجديده لازم يبقى في تشريعات بتفرض على المدن الجديده استخدام الطاقه الشمسيه. حضرتك معظم الناس بتستخدم السخانات العاديه اللي هي بتستخدم الغاز او الكهرباء. احنا لو حضرتك فرضنا على كل مبنى جديد ان هو يستخدم سخان الطاقه الشمسيه، احنا حضرتك لكن المشكله احنا بنشتغل في الغرفه ثابت شو الكلام ده، لكن كل المناقشات دي بتنتهي على ما فيش، لان للاسف احنا مش لاقيين حد يدعم ولا حد يساعدنا. في 600 مليون جنابين للبنك في البنوك لانتاج الطاقه الشمسيه، لحد دلوقتي ما حدش عارف يستخدمهم ازاي. والدكتور والاستاذ والمهندس سمير بيهز دماغه، هو عارف الكلام ده كويس قوي، ان في 600 مليون جنيه مجنبين لاستخدام الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، وحتى الان لا يمكن، ما فيش حد قادر حتى يعرف الطرق اللي هو عشان يستخدمهم. باشمهندس احمد برك، لان للاسف الشديد ما كانش عندنا حكومات. دكتوره ليلى قاهره. دكتوره ليلى، دكتوره ليلى معايا؟ الو اي اتفضلي يا دكتور. عايز اسال الدكاتره، هل يا ترى احنا واضح طبعا الطاقه الشمسيه والطاقه من الرياح ممكن تكفينا لتوليد الطاقه، هل يا ترى مستمر او الطاقه من الطاقه النوويه يعني؟ ده من الطاقه النوويه غير الشمسيه. صح، بس هل يا ترى دي هتستبدل بدل دي؟ لان الطاقه النوويه يعني انا شايفه انها يعني غير مناسبه خالص بالنسبه لل المخاطر بتاعتها في التشغيل والويست. لا، احنا عملنا حلقه بالفعل عن مساله مع واحد من اكبر العلماء فيما يتعلق مساله الطاقه النوويه، وطلعت انها مش 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 مرعبه. يعني كان الدكتور ابراهيم العسيري كان معانا، وكان مستشار المشروع النووي المصري، ويعني عالم كبير، وورانا صور بعينينا انها اتحولت لمزارات سياحيه دلوقتي في العالم. العالم كله دلوقتي عنده المفاعلات دي. هو الحقيقه يعني علق تعليق بسيط على الدكتور. المحطات النووية احنا عندنا كتفكير استراتيجي في مجال الطاقة، احنا محتاجين نبني محطات نووية كتفكير استراتيجي. ولكن المحطة النووية اذا افترضنا ان انا بدأت الان في انشاء محطة نووية في الضبعة اللي هي موجودة محطتين 1000 او 2000 يعني، فبتاخد المحطة في حدود سبع سنين. تبدأ من سبع سنين من بدء طرح المستندات. كويس، سبع سنين. صحيح، تكلفتها الاقتصادية عالية شوية، التكلفة الاستثمارية، لكن في تمويل جاهز. أنا مش بتكلم على التمويل، لا هو بيتكلم على التمويل كمان موجود. التكلفة الاستثمارية عالية شوية بالنقاط، لكن تكلفة يعني في سبع لسه انا بشتغل طاقه شمسيه، فلازم ابدا اشغل طاقه شمسيه وريها. انا مش الحاجات دي مش متناقضه، الحاجات دي بتكمل بعضها. ده حلو قوي. في الشورت رينج احنا مهم، احنا بنفتح الملف معايا الاستاذ رامي في اسكندريه. اتفضل استاذ رامي. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الو، معاك يا فندم. اتفضل استاذ رامي. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ رامي. هو لو سمحت يا فندم، كنت انا عايز استفسر، لو انا عايز اشغل الشقه عندي بالطاقه الشمسيه، ايه امكانيه ان انا اركب الوحده؟ تتكلف كام؟ وهتديني يعني الطاقه قد ايه؟ عايز يسخن الشقه. انت عايز تستخدم يعني في الشقه تستخدم السخان الشمسي؟ لا، الطاقه الشمسيه. ولا تعمل طاقه شمسيه في البيت؟ انا عايز اشغل الوحده السكنيه
بالطاقة الشمسية كلها، سخان، تلاجة، تجهيز. يعني عايز تستغنى عن الكهرباء بتاعة الحكومة وتشتغل كده. يعني ارجو انك تتابعنا، لان في جزء سبق في الحوار يمكن حضرتك ما كنتش معانا فيه. هو طبعا يعني انا عايز بس اعلق على حاجتين صغيرين. موضوع السخان، السخان الشمسي دي من الحاجات فعلا الضروريه واللي لازم نفكر فيها تفكير، لان السخان من الحاجات هو تكلفته غاليه؟ لا مش تكلفته الانيشال برضو في حدود يمكن ال 4000 جنيه، لكن في شركات يعني كتير بتعمل يعني حوالي 4 ل 5 بالظبط كده. واللي هو ويسخن البيت كله؟ السخان لا اللي هو ال 150 لتر. من 150 لتر، من 100 ل 200 لتر. معقول جدا. معقول جدا. والمشاهد اللي قال انه لازم الكلام ده يعمم في المدن الجديده، انا معاه 100%. قبل برضو ما ننتقل للموضوع ده هوت، عايز اعلق تعليق صغير قوي قوي على الموضوع بتاع اعمده الاناره بالطاقه الشمسيه. احنا عملنا دراسه للموضوع ده هوت ولقينا انه يعني الاسعار الحاليه للكهرباء عشان ما يفوتناش السخان الشمسي. اتفضل يا فندم. لان السخان الشمسي جزء مهم. اكيد. يعني انا لو عرفت انه السخان الكهربي لو انا ركبته في البيت بياخد لي على الاقل 20% من استهلاكي منه، من استهلاك الطاقه من السخان فقط. فده متعه ان انا اركب سخان شمسي في البيوت، وعلى اساس ابدا في المدن الجديده على الاقل. صحيح. لان القاهره باظت مننا، باظت خالص يعني. الناطحات الكبيره والخرسانات الرهيبه والحاجات دي كلها تمام، هتلاقي فيه صعوبات. لكن انا مثلا احيلك لدوله شقيقه زي الاردن، عندها تشريع كل بيت لازم فيه سخان شمسي من شرط البناء، ويشغل لك يعني البيت يسخنه كله في حدود 4-5000 جنيه. يسخن يعني ده حضرتك السخان ده في حدود من 100 الى 200 لتر. لتر يعني لتر. لأسرة. فانا بقول لسيادتك بدل ما البيوت بتاعتنا الاسقف مليانه بالدشز بالدش والحاجات دي، اخلي مجال شويه للسخان الشمسي. وده يعني مش اكتر من ده يوفر كهرباء. طبعا هتسخن المايه كله بالكامل وطول الوقت المايه موجوده طول الوقت. طبعا في تكات يعني الهيئه العربيه للتصنيع احد مصانعها بينتج هذه السخانات الشمسيه، وفي مصانع اخرى كتير بتنتج السخانات الشمسيه. انت عارف ان اسرائيل للاسف انا مضطر اقولها عندها هذا التشريع. طب ليه نضطر ما احنا نقول عندها هذا التشريع؟ مزبوط. كل بيت لازم يتحط فيه سخان شمسي بالامر. احنا لا، بس اسرائيل عندها حكومه ماشي. ربنا يسهل في الحكومه الجديده. احنا على فكره صدر هذا التشريع من في المجتمعات العمرانيه الجديده من ايام اسمه ايه المهندس الكفراوي. بس عمل كده واتلحس للاسف. عشان كده عيلي واحد. انا بس استاذنكم اروح لفاصل اعلاني او فاصل مؤقتا ونرجع عشان كمان نتابع. انا مبسوط ما زلنا في بنتابع او بنناقش موضوع الطاقه المتجدده ومستقبل التنميه في مصر مع الدكتور سمير درويش والمهندس سمير حسن. معانا دلوقتي بس في مداخله دكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل اول وزاره الكهرباء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ناصر، ازي حضرتك؟ مبروك على الدكتوراه. حضرتك مبروك على الدكتوراه الاول، يعني عرفت حضرتك خدت دكتوراه من يومين. الله يخليك يا فندم. يعني الدكتور والبشمهندس بيقولوا لي يعني. الله يخليك يا فندم ويبارك فيك، وبمسي على الدكتور سمير والمهندس سمير حسن استاذنا في الطاقه المتجدده، والاثنين يعني ما شاء الله. وبحيي حضرتك على البرنامج، وحضرتك بتمس نقطه مهمه جدا جدا فعلا. حضرتك احنا عندنا مشاكل في الطاقه في مصر، الوقود الاحفوري، التقديرات بتقول ان هو مش هيكفي سنوات كثيره، وما يكون حتى لو عندنا كميه وقود احفوري يكفينا، فممكن ان احنا نستخدمه في حاجات تدي قيمه مضافه اكبر. بس والنبي يا دكتور بعد اذن حضرتك يعني عايز حضرتك بس تقول للساده المشاهدين الاحفوري ده اللي هو ايه؟ اللي هو البترول والغاز الطبيعي. ايوه بس يعني عشان بس الساده المشاهدين ما عندناش منه كميات كافيه، وحتى لو كان عندنا ممكن نستخدمه في بتروكيماويات تدينا قيمه مضافه اعلى، فما ينفعش ان احنا نحرق الوقود علشان ان احنا ننتج كهرباء وعندنا مصادر الطاقه المتجدده اللي موجوده في مصر بكثره ومش موجوده على مستوى العالم كله. طيب. انا بتفق مع كل اللي اتقال، وبضيف على المهندس سمير حسن ان الكيلومتر المربع بياخد 50 ميجا وات من الخلايا الشمسيه و100 ميجا وات من الكونسنتريت سولار باور
اللي هو التسخين الشمسي الحراري. فالبوتنشال موجود في مصر عالي قوي، ونقدر ان احنا نستغله ونقدر ان احنا نحل بيه وقتيا. طب وانت حضرتك معايا، انا جاي لي رساله على الاس ام اس بتقول وحده لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه تنتج 50 ميجا وات اخترعها المهندس طاهر فتحي وموجوده على موقع نقابه المهندسين، تكلفه الميجا وات 50 دولار فقط لمن يهمه الامر وبدون خلايا شمسيه، مفيش مثله في العالم. ده اختراع لواحد مصري معمول على المهندسين، والكلام ليك ده علم. والله يا فندم يعني اي حد عنده اي اختراع يفيد مصر انا برحب بيه في مكتبي واستقبله واناقش معاه الموضوع، واي حاجه تفيد مصر هنقدر ان احنا نشتغل فيها. طيب ايه العقبه بقى، ايه العقبه يا دكتور في اننا نروح للموضوع ده نترجمه؟ مفيش تشريع؟ اتفضل يا فندم. يعني دلوقتي الباشمهندس سمير ودكتور سمير قالوا انه مفيش تشريعات ومفيش اراده سياسيه. هو حضرتك انا بتفق معاهم في هذا، ولكن اعتقد ان الحكومه الجديده يعني كانت بادره خير منهم ان هم سموا وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، ده مؤشر ان هو الاهتمام بالطاقه المتجدده. يعني دي لاول مره الحكومه يبقى وزاره الكهرباء اسمها الكهرباء والطاقه المتجدده؟ بالظبط، دي لاول مره. اول مره يحطوا الطاقه المتجدده في اسم الوزاره، وده دليل على الاهتمام بالطاقه المتجدده. لا واضح الباشمهندس ابراهيم محلب بيعمل حاجات كتير قوي احنا مش واخدين بالنا منها. والله ربنا يقويه، يعني هو في ظروف صعبه، بس دي بادره خير وحاجه كويسه جدا ان هو تسمى الوزاره بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. التشريعات مهمه جدا طبعا، ومتفق مع الضيوف حضرتك. التمويلات مفروض مهمه جدا، واحنا حضرتك ما عملنا صندوق لدعم الطاقات المتجدده، ولكن للاسف الشديد بقاله سنتين ولم يتم وضع فيه ولا مليم من الطاقه المتجدده. فالتشريعات بجانب الدعم للطاقه المتجدده مهم جدا عشان احنا نتكلم على الطاقه المتجدده وانتشار الطاقه المتجدده. ارجع اكرر تاني ان الطاقه الشمسيه امل مصر، نقدر انها نشتغل عليها، هتوفر لنا فرص عمل كثيره جدا، ويمكن الدكتور سمير عارف ان احنا اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده قبل كده. وقلنا ان احنا نقدر نعمل شركات صغيره للشباب بحيث ان احنا نوفر فرص عمل ليهم، ونقدر ان احنا التصنيع المحلي في مصر يبقى موجود للطاقه الشمسيه، فده حاجه مبشره جدا وخير جدا، ونقدر ان احنا نصدر مستقبلا، ومش هنتكلم مستقبلا في المدى البعيد قوي، لا بنتكلم في العشر سنين القادمين. الدراسات بتقول ان احنا ممكن نصدر من جنوب المتوسط الى اوروبا ب 30 مليار يورو سنويا طاقه نظيفه. في خلال 20% هتبقى كميه كويسه جدا لمصر، وهيبقى دخل كويس من الطاقه، من تصدير طاقه متجدده لاوروبا. البركه فيكم بقى دكتور. بنجدد التهنئه دكتور محمد موسى عمران وكيل اول وزاره الكهرباء، حتى يعني وكيل اول وزاره مع ده، البحوث بيأكد على قيمه هذا الكلام. ده حقيقي يعني من الناس. انا هستأذنكم بس لان برضه اشوف تفاعل الناس. بيقول واحد بيقول لي انا عايز اشغل بيتي بالطاقه الشمسيه، اروح فين والتكلفه قد ايه؟ بالله عليك ترد. ابراهيم الجوهر: السلام عليكم، ارجو معرفه المعلومات الفنيه لاناره منزل في الصحراء وموتور ميه واحد حصان مساحه كذا وسعرها قد ايه، وهل مسموح للجمهور العادي شراء الوحدات؟ ده بيتكلم. واحد تاني بيسال كم يتكلف الوحده لبرج 15 دور والدور شقتين. وطبعا في رساله جايه لي من بخصوص موضوع انه كان بعت رساله قبل كده يوم ما كان معانا معالي وزير التربيه والتعليم، وانه عشان بنته تتعين في انشاص، وانا هتابع الموضوع واكون على اتصال معاك على الفيسبوك. دي الاس ام اس. اكيد يا ريت يتنفذ. هو اكيد ده اكرم البغدادي، هيكون مكلف لكن مصر لا تخلو من الشمس، وهتغطي التكلفه بعد كام سنه، وربنا يحفظ مصر. ونانا اسماعيل بتقول مصر فيها الخير كله، بس عايزه اللي يتقي ربنا، مش يتقي ربنا فينا بطريقه الاخوان. لحسن حكي نفذ المشاريع لجلب هذا الخير، واكيد سيعم على كل الناس. وبين عبد الله فارس: الحل انهم يحط تعيينات للناس اللي ممتحن. عبد الله ما عندوش غير الموضوع ده، عايز يتعين في الحكومه وكشفه. يا ريت حضرتك عبد الله اعمل مشروع، ربنا يخليك. انا خلاص قلنا الحكايه دي، ده بيبعت لي كل يوم وبيكلمني بالتليفون كل يوم. تحت امرك يا استاذ عبد الله. محمد عبد ابو زيد بيقول: نعم ونعم هو الحل،
وربنا وهبنا احلى شمس وشاطئ بس عايزين نشغلها، وبيدعي وبيقول يا رب انصر بلادي يا رب. وبعدين كيمو بيقول يا ريت بعد اذنك نعمل مداخله مع وزير الكهرباء والطاقه، كان معانا وكيل الوزاره دلوقتي الدكتور محمد شاكر، وتعرفوا ان في ناس كشفه طبي ومخلصه اختبارات. اه برضو موضوع التعيين حاضر، انا اوعدكم ان هتكلم تاني، حاضر تحت امركم. وبعدين في عمر ميسي بيقول طبعا تساعد في حل مشكله الكهرباء ومعظم الدول اتجهت، يعني احنا كلنا موافقين مع بعض. وبيقول لي تفاءلوا تصحوا، وانا بشكرك ان احنا شعارنا تفاءلوا تصحوا ينتشر فعلا، لان عايزين البلد كلها تبقى متفائله. برجع بقى طبعا يعني للكلام، بيقول ان احنا ممكن الدكتور محمد موسى بيقول ممكن يبقى عندنا 30 مليار يورو بعد 10 سنين لو صدرنا. وبعدين في هو بس يعني او اقل او اكتر لا 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 هو قال بالظبط التيوننج بتاع الكلام ده. يا ريت ارجوك، انا مش لان انا زي ما قال الدكتور محمد صديقي العزيز يعني من زمان انه الكيلومتر بيعمل لي 5 ميجا من الشمس، كل كيلومتر مربع يعمل لي 5 ميجا من الشمس بالخلايا الفوتوفولتيه، ومصر مليانه بالكيلومترات في الصحراء يعني احنا اكتر منها ما فيش. لكن التصدير لاوروبا محتاج شويه اتفاقات بيننا وبين دول الشمال، لان دول الشمال هو قال بعد 10 سنين حاطه، لا دول الشمال حاطه شويه عقبات للتصدير، احنا مش عايزين دي كافي نفسنا بس يعني احنا كافي نفسنا يعني يا باشمهندس سمير يعني كبوتنشال كفرصه هي موجوده، هي بوتنشال موجوده موجوده، لا انا قلت اهو اراضي مصر كلها موجوده وكلها فيها بوتنشال كهرباء تمام كلها تمام. شد السطوع الشمسي من 2000 ل 3000 من الشمال للجنوب متوسط 3000 حاجه جميله فعلا بتغطي كل مصر، وزي ما قلت لك سطوع نسبه السطوع الشمسي اليومي 10 ساعات بما لا يقل عن 300 يوم في السنه، ودي معدلات فوق العالميه ما فيش زيها. يعني ممكن تدينا بس في مشاكل دلوقتي مع اوروبا ممكن تحل عشان اربطها مش عايزين دلوقتي المشاكل عايزين عندنا عشان اربط. اعمل ايه؟ لازم اجبر هذه الدول انها تعمل لي خطوط الربط على الاقل، لانها محتاجه الطاقه اكتر مننا، هي محتاجه الطاقه اكتر احنا على الاقل عايزين نحل مشكلتنا. لكن انا اكفي نفسي الاول وهتكفيني وتغرقني لو انا اديت هذا الموضوع الاهتمام الكافي وفتحت الباب على مصراعيه للقطاع الخاص ان يستثمر وينتج ويبيع بحريه. ده تعليق حضرتك الاخير ولا تحب تضيف له حاجه؟ لا يا فندم هو ده التعليق. ده التعليق الاخير أيوة. ان حضرتك عايز تفتح المجال للقطاع الخاص يستثمر وينتج ويبيع بحريه يعني افتح بما لا يؤثر على الكهرباء لمحدودي لا محدود الدخل، انا شرحتها بوضوح، او متوسط الدخل كمان. خلي وزاره الكهرباء تبيع لمحدود الدخل وملهاش دخل يعني يكفيها انها تولي اهتمامها بمحدود الدخل. الحكومه تنشغل بالشعب والاستثمار تسيبه للمستثمرين. واضحه جدا. تعليق حضرتك برضه في كلمتين. انا عايز اقول ان الطاقه الشمسيه مش بس كهرباء، الطاقه الشمسيه صناعه، الطاقه الشمسيه لها بعد اجتماعي وبعد بيئي، الحاجات دي كلها ناخدها في الاعتبار. المسألة مش مسألة ان انا بطلع كهرباء وبس، ده انا بشغل عمالة، برفع مستوى الشباب عندي وبدربهم وبديهم امل في المستقبل، بحافظ على نظافة البيئة بتاعتي، بنشئ صناعات جديدة، باخد خبرات. والكهرباء سلعة، اذا ما كنتش قادر اصدرها النهاردة او يعني انا عندي امل زي ما المهندس الدكتور محمد موسى قال ان انا اصدر لاوروبا، انا اقدر كمان اصدر للسعوديه. الكهرباء سلعه تباع وتشترى زيها زي اي سلعه تانية. كل ما اقدر انتج اكتر كل ما اقدر اشغل الشباب، ادي فرصه للاستثمار في مصر. الاستثمار ميزه الطاقه الشمسيه انها مش بس للمستثمر الكبير الميجا جاينتس، لا دي كمان ليا وليك، للراجل اللي هو عنده سطح بيته عايز يستثمره. تمام؟ يعني الموضوع له زوايا كتير، وكل ما اتكلمنا كل في الموضوع هنلاقي نتكلم كتير يعني زوايا اكتر وافضل. دي من الملفات اللي يعني مش ممكن الواحد هيفتحها ويقفلها او يعدي عليها عبورا بالظبط. فانا عايز اقول ان الاهتمام بهذا الموضوع مش بس الاهتمام بالمستثمر
او البايع والشاري، لا ده بين الاثنين دول في سلسله طويله جدا هتستفيد، سواء كانوا من الشباب او حتى من الكبار في السن اللي عنده سطح عمل يستثمروا استثمروا. انا بشكركم شكرا جزيلا. طبعا عندي، واحنا بنشكر حضرتك يعني عندنا، بس ارجو ان انا اكون فتحنا بس الملف قدام الناس. بشكر الباشمهندس سمير حسن الرئيس السابق لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده، بشكر حضرتك شرفتنا واسعدتنا جدا، وبشكر الدكتور سمير درويش رئيس مجلس اداره الشركه العربيه للطاقه الجديده بالهيئه العربيه للتصنيع. وبعتذر لكل الساده اللي بيتصلوا دلوقتي على التليفون، الملف مفتوح هنناقشه مره تانية وثالثه ورابعه. اهم شيء ان عندنا كل هذه الثروات، بنسمع ناس كتير من الساسة بيقولوا احنا عندنا ثروات كتير جدا لكن هم مش عارفين هي فين وتقدر تعمل ازاي. طلع ان الموضوع مرهون بإرادة سياسية، لو ان هناك حكومة بتقعد تفكر وعندها استراتيجية وعندها تكتيك عينها على قدام وعينها على دلوقت، لكن للأسف الحكومات اللي تعاقبت علينا في المرحلة الماضية كلها كان كل همها وتفكيرها بيع الوطن، بيع المصانع، بيع الشركات، والشكوى وإعطاء الأغنياء فقط، وطلب من الفقراء أنهم يحمدوا ربنا أو يدعوا ربنا أن ربنا يسترها عليهم. حتى بعد الثورة الحكومات اللي جت ما كانتش فاهمة هي بتعمل إيه أو بتلف حوالين نفسها. أستطيع أن أوجه هذا الاتهام عندما أجد أن مسألة البطالة من الممكن جدا أنها تتحل، أزمة الطاقة اللي عندنا وأزمة الكهرباء ممكن تتحل جدا، علماءنا موجودين ومصانعنا موجودين، لكن مين بيتحرك؟ ده مش في ملف واحد، في ملفات كتيرة جدا. املنا كبير اننا نتحرك وان السياسه ما تكونش طاق احنك، تكون قرارات وقدره على اتخاذها وفهم العلماء عندهم ايه، لانهم هم اللي يقدروا يحلوا لكم مشاكلكم، مش الكلام اللي بتبيعوه زي البخور عند الحسين وبتقولوا عليه سياسه. نروح لجورنال واحنا الشعب، اوائل الشعب.